للحديث أكثر عن تنامي قوة الميليشيات الموالية لإيران في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشوش. شيخ فايز السلام عليكم. أصبح واضحا شكل التسليح الذي تتسلح به الميليشيات في العراق، ما الهدف الرئيس من تقوية الميليشيات على حساب الدولة العراقية؟ السلام عليكم، تحية لكم وعلى مشاهديكم الكرام. هو بكل تأكيد يعني صرح قائلا وبوضوح قيس الخزعلي قبل يومين أو ثلاث أيام، قال بأنه المؤسسة الوحيدة في العراق هي مؤسسة ما يسمى بالحشد الشعبي، وهذا يؤكد بأن هذه الميليشيات لا تعترف لا بحكومة ولا بوزارة الدفاع ولا بالمؤسسات الأمنية الأخرى، ويؤكد من الناحية الثانية بأنه سلاح طهران أي الحكومة الإيرانية في العراق هي الميليشيات، هي الأداة الضاربة في العراق وفي جميع دول المنطقة. وبالتأكيد هذه الميليشيات تسعى للهيمنة على بقايا ما بقى من الدولة العراقية ومن الحكومة العراقية، وبالتالي ما حصل في صلاح الدين يؤكد رسالتين، رسالة للداخل وللعالم الخارجي بأن الهيبة للميليشيات ولا توجد حكومة مستقلة ولا يوجد قرار عراقي عدا هو القرار الميليشياوي المتحكم في المشهد السياسي. هذا التحول النوعي في إمكانيات الميليشيات في العراق الموالية لإيران يصب في مصلحة من في النهاية برأيك؟ بكل تأكيد يصب في مصلحة المشروع الإيراني بالمنطقة، ويصب في مصلحة الحرس الثوري والوحدات العسكرية الأخرى في طهران، وهذا يمثل رغبة طهران ويمثل المشروع الإيراني الذي جاء بخميني عام 1979، وهذا يبدو المراد منه دخوله من العراق وسيطرة العراق ودخوله إلى المنطقة العربية الأخرى. بعد إسقاط طائرتين مفخختين شيخ فايز قرب معسكر الرشيد ومنطقة القرطان في بغداد، يرى مراقبون أن مخاوف الولايات المتحدة مشروعة من تسليح الميليشيات، ما توقعاتك للرد الفعل الأمريكي تجاه هذه التحركات؟ يعني أنا أتوقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الأمريكية هي تعرف منذ البداية بأن السطوة للميليشيات، ومضت على سطوة الميليشيات في داخل العراق مضى أكثر من 10 سنوات، وبالتالي لو كانت النية صادقة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية بأنها كان عملت على إصدار قرار يشمل هذه الميليشيات كمنظمات إرهابية أسوة بداعش التي صنفت وفق القانون الدولي كمنظمة إرهابية، وبهذا الحال سيستقل العراق وتستقر دول المنطقة وتؤمن مصالح دول العالم في المنطقة جميعا. طيب شيخ، إذا صحت الشكوك بشأن وجود صواريخ باليستية ومصانع طائرات مسيرة في جرف الصخر تابعة للميليشيات، أين تقف الحكومة في بغداد من هذه المصانع؟ يعني بكل تأكيد الحكومة عاجزة منذ البداية، منذ سيطرة الميليشيات على منطقة جرف الصخر، ومما أصبحت قاعدة لتخزين الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة منطقة جرف الصخر، وبالتالي الحكومة عاجزة ولا تملك أي قرار، بل أقول ليس عاجزة بل هي تفهم لعبة الميليشيات وتخشى من قدرة الميليشيات لإزالة هذه الحكومة أو الحكومات التي تأتي في المستقبل، لأنه قبل أيام هددوا الكاظمي رئيس حكومة العراق، هددوه تارة بقطع أذنه وتارة بقطع يده وتارة بإسقاطه، وبالتالي هذا يؤكد بأن السطوة للميليشيات ولا وجود لحكومة إن كانت حاليا أو في المستقبل ما دامت إيران وميليشياتها وأذرعها وأدواتها مسيطرة على الملف الأمني والسياسي والاقتصادي بالعراق. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاوش، شكرا جزيلا لك.